السلام عليكم، مساكم الله بالخير، يا مرحبا. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه الأشج بن عبد قيس فقال له عليه الصلاة والسلام: فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. الحلم اللي هو رجاحة العقل، رجاحة العقل ويعرف عواقب الأمور قبل أن يسويها، يعني صاحب عقل. والأنا اللي هي عدم الاستعجال والتؤدة، ما يستعجل في الأمور، يشوف وش عواقبها. الحلم والأنا كلها فيها النظر في العواقب. فكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى من الصحابة ما يعجبه ثنى عليهم خير من أجل أن يكونوا على ما هم عليه، وإذا رأى منهم تقصير أو شيء يمدح قبل أن ينصح، مثل عبد الله بن عمر لما رأى الرؤية فقال: نعم الرجل عبد الله، ونعم فيه لو كان يصلي من الليل، قبل النصيحة نعم فيه. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.